مرحبا جميعا، اهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو يلي بيتضمن كيفيه استعمال منصه فايبر على الهاتف. بس ننزل المنصه ونوثق الحساب ان كان تجربي اما حقيقي. بهيدي الحاله نحن بتظهر عنا الاسعار اما المنتجات يلي موجوده بالمنصه يلي مثل ما عم تشوف قدامنا، في اليورو، الباوند، اليورو جي بي واي، دولار ين، طبعا كل المنتجات يلي موجوده هون. طبعا فينا نستفيد من خدمة نسخ الصفقات من قبل الضغط على نسخ بهذا الشكل. بيصدر عنا بتوفر منصة فايبر سي تريدر أكثر من 1000 متداول حول العالم. بيقدر المتداول الجديد أما اللي بده يستثمر بهذا المجال يضغط على نسخ الصفقات وينسخ صفقاته من المتداول يلي بيلبي متطلباته، إن كان من ناحية العائد على الاستثمار أما إن كان ناحية الأداء يلي عم بنفذه المتداول. إذا بس نكبس نحن على النسخ بيصير بيجي عنا كل أنواع الناسخين، أما بيجي عنا كل أنواع مزودي الاستراتيجيات يلي موجودة على المنصة. إذا بنروح بنكبس على هيدا الشخص مثلا يلي موجود هون، بتشوفوا إنه منصة فايبر سي تريدر بتوفر لكم كل الشفافية للمتداول، أما المستثمر بنفسه يختار اي مزود استراتيجية بده يتبعه. اول شغلة اذا بنطلع احصائيات الاستراتيجية، في عنا طبعا محقق 165.56% بالمجمل من اول ما بدأ بتداول هيدي الاستراتيجية يلي هي ب 10 جون 2021 بلش التداول بهيدي الاستراتيجية، محقق لهلا 171.94% كربح. بنطلع وبنشوف جميع الصفقات اخر 90 يوم، نقدر نشوف كل التفاصيل موجوده قدامنا هون، ان كان من حجم التداول، ان كان من متوسط الصفقات، اكبر صفقه خاسره، الصفقات الخاسره، اكبر صفقه رابحه، الصفقات الرابحه، اجمالي الصفقات كمان. تفاصيل الاستراتيجيه طبعا في معايير لازم نشوفها تنقدر نحن ننسخ من الشخص، الشخص هو ذاته. إذا عم نحكي عن تفاصيل استراتيجية، مثلا العملة هي أسترالي دولار، الرافعة المالية 1 لـ 500 لازم يكون الحساب، أقل استثمار هو 347 دولار، لأنه 347 دولار بالدولار، لأنه عم نحكي العملة تبع هذا المزود هو بالأسترالي دولار. إذا بنشوف هي AUD، في عنا الرسوم الإدارية 0، الرسوم الأداء يعني نحن عم نحكي رسوم الأداء بحال حقق أرباح بياخد جزء من هيدي الأرباح يلي هي محددة 30%، وهيدي أفضل سيناريو طبعا، لأنه بحال ما حقق أرباح هو بيكون خاسر والمتداول بيكون خاسر، فالهدف الرئيسي إنه هو يحقق أرباح تا يربح كمان من الناسخين وكمان يربحوا الناسخين بذات الوقت. الناسخين إذا بنشوف بالآخر الناسخين حاليا ينسخ 1612 من هيدا الشخص، تم النسخ طوال الوقت 2925 شخص، والأموال المنسوخة الحقيقية هلأ 319533 دولار عفوا. كل هيدي الأمور بتعطينا إذا بدنا الشفافية تنختار مزود الصح تننسخ منه الصفقات. فمن هلأ ورايح من ورا هيدي الميزة نقدر نقول إنه ممكن حيالله شخص يفوت على عالم التداول بدون ما يتعلم التداول، يفوت كمستثمر من خلال ميزة نسخ الصفقة. هلأ خلصنا حكي عن لفتنا النظر على ميزة نسخ الصفقات يلي بتتمتع فيها منصة فايبر سي تريدر، كيف مننقي المزود الصح تننسخ منه. من هلأ ورايح فينا نقول انه حيالله شخص بيقدر يفوت على عالم التداول ويكون يكون بقليل المخاطر بدون ما يتعلم التداول من وراء ميزة نسخ الصفقات، بيقدر يدخل من هلأ ورايح صار كمستثمر على عالم التداول من وراء هيدي الميزة. هيدا كان كل شيء لهيدا الفيديو، ان شاء الله يكون ان شاء الله تستفيدوا منه، وحيالله سؤال اما حيالله استفسارات ممكن تحطوا لنا اياها عبر الكومنت تا نرجع نجاوبكم عليها. هيدا كان كل شيء، يعطيكم العافية وشكرا.